التحدي الأول هو للأسف ما بيتسلط الضوء عليه كتير، هو بسبب أصحاب المراكب السياحية واللانشات السياحية. بيجي الواحد منهم بيرمي المرسل لإله على منطقة هي يمكن تطلع جدار أو تطلع رصيف أو مرفأ، بتعلق المرسي بيسحبها بالمركب، عم بيزيح هيدي الحجار من محل لمحل. نحن عم نلاقي سنة بعد سنة في أرصفة أو في طرقات كانت متكاملة، اليوم عم نلاقي في حجار زيحة من محلها وحجار كمان طالع من محله بعيد عن الرصيف الأساسي تبعه بحدود المتر أو 2 متر. في مجموعة من الناس اللي هي بتنزل لتفتش على آثارات أو على معادن أو هوايتها البحث أو الاستكشاف، كانوا يلاقوا كسر ذهب، شقف صغير ذهب بس البحر كمان يخبط بالتراب، يلاقوا شقف ذهب يزنون بيهم بالجرام والجرامين، عرفت كيف؟ لأن هذا ممنوع، مسموح ضمن عند الدولة، شغلة أنت ملاقيتيها مش انه طلع على حفريات من غطيه او شيء من النوع. بلاقوا عمل مرات يعني لما الحفريه كانت تكب هالتراب ايام قبل الحرب اللبنانيه، البحر شو بيعمل؟ بنخل نصوص، بلاقوا ساحات عمل ما لها قيمه هي، يعني عرفت كيف هالعمله؟ زي هلا عندنا ليره النقل وكذا، هي حبه دولار بقى، ما هي يعني 5 حبات 5 دولار. بيجوا مرات من بيروت من الجامعات اللي عندي بيرضوا منها، هي الصدفة بيعملوا دراسة عنا. ممنوع مثلا تدوير عرخان على شغلات قطع متحف، هي ممنوعة. حتى احنا اذا بنلاقي قطعت يعني قطعت متحف بنفيد الدولة عنا، عرفت كيف؟ لأنه ما فينا نقيمها بالأساس، بنفيد الدولة عنا. يعني هلا أنا ماشي بالمي بأول سبكة لا تسحبوا بتلموا، مش انه بتركه، بعرف انه هسه اذا لما بده بيقطع مع اولادي.